أهلا بكم من جديد. رغم منع الصحة المدرسية لها، ما زالت في المدارس تباع المثلجات من داخل الأسوار أو خارجها رغم خطرها واعتبارها واحد من أهم أسباب الكثير من الأمراض. مع دخول فصل الشتاء، يهتم أولياء أمور الطلاب بأولادهم للحيلولة دون إصابتهم بالمرض ووقايتهم من البرد الشديد من خلال تحصينهم بالملابس الشتوية وإطعامهم الطعام الآمن والمناسب، ولكن تبقى الإشكالية فيما يشترونه من أطعمة ومشروبات في المدارس وخارج البيت بشكل عام، وهي ما قد تتسبب لهم غالبا بالأمراض. والحال ينطبق على المثلجات بأنواعها المختلفة أو ما يعرف بالآيس كريم، هذا العدو الصامت والمنتشر في كل مكان، وغالبا ما يكون الإقبال عليهم من الأطفال وطلاب المدارس تحديدا. المثلجات هي لها مخاطر حتى في عدم فصل الشتاء، بيكون لها مخاطر على تؤثر على الحنجرة وتؤثر على الحلق، أيضا بتأثر على الطلاب، تؤدي إلى بعض الصداع وتؤدي إلى بعض الأمراض التي تسبب مشاكل على الطالب، فما بالك في فصل الشتاء. في فصل الشتاء البرد موجود، وأيضا استخدام المثلجات يضيف عبء إلى العبء ومرض إلى المرض، إضافة إلى أنه الآن أصبحت لا توجد هناك ما يسمى بالرقابة الكافية على بعض المنتجات وبعض الأشياء أو نوعية المثلجات، مما يؤدي إلى شراء الأطفال أي شيء. يعني الأطفال لا يستطيع أنه يقرأ تاريخ الإنتاج أو تاريخ الانتهاء، فبالتالي يشتري هذا المنتج ويؤثر عليه تأثير سلبي سلبي جدا. المثلجات سلعة ذات رواج كبير يقبل عليها الكثيرون صيفا وشتاء غير مدركين لأضرارها، حيث لا يعلم كثير من الناس المحتويات التي تصنع منها، خاصة تلك المجهولة المصدر، والتي قد تكون سبباً للعديد من الأمراض، وتباع بكثرة أمام المدارس وفي طريق الطلبة بعيداً عن رقابة أسرهم في ظل غياب الدور التوعوي والرقابي، وهو الحل الأنجع الواجب على الجميع. ننصح جميع أولياء الأمور بمتابعة أولادهم ومراقبتهم وتحذيرهم من هذه المثلجات التي تضر بالصحة، وقد تكون هي أمراض قاتلة في بعض الأحيان. الإداريين والمدرسين في المدارس ضروري أن يكون لهم هذا الدور، لأنهم هم العلم وهم النوابغ الذين ينصحون الطلاب ويعلمونهم في خطورة هذه المواد. الصحة المدرسية كانت قد أصدرت تعميماً بمنع بيع المثلجات داخل المدارس وأمام بواباتها، ولكن وكما يقول البعض بأن هذا التعميم لم يلقى طريقه إلى التنفيذ بشكل كامل، ويأملون من الجهات الرقابية والتنفيذية الإسهام في ذلك حفاظاً على صحة أبنائهم الطلاب ومستوى تحصيلهم العلمي في بيئة خالية من الأمراض التي قد تتسبب فيها المثلجات وغيرها من الأطعمة والحلويات. يتعرض موقع القرو الأثري بزنجبار أبين للتدمير والخراب نتيجة الإهمال والاندثار مع ما شهدته المنطقة من حروب مستمرة. يبحثون عنه هنا ويفتشون عنه هناك، أهو في الأعماق أم تحت أركان بيوتهم؟ يا له من كنز مراوغ. المكان موقع القرو الأثري بمحافظة أبين، واحد من المواقع الأثرية في ذمة أياد تحفر بحثا عن أثر ثمين وأخرى تشيد وتبني. هذه المنطقة أثرية كبيرة لن تهتم بها الدولة لا أكثر من 20 سنة من أيام الوحدة، الآن ما صلحوا شيء عليها صور ولا جابوا لها، وفيها بعض الصناديق حاليا من ابناء طميسي ضباها وفغره، هذا ما دعمتهم في الدوله صرفت لهم بيوت، حتى التعويضات اعطوهم من 400,000 قرض اول كامل. في حاضر يعبث به الفقر والحرب لا احد يعبأ ان كان التاريخ هو الضحيه. يتعرض موقع القرو الاثري الواقع في اطراف مدينه زنجبار للبسط والسطو على ما يكتنزه من قيم اثريه وحضاريه. إدارة الآثار برضوها عند بلاغنا لها أكثر من مرة بأنه تم السطو على المنطقة، لكن لاحظنا أنه عدم اللامبالاة، وشيء يقول لك يلا اليوم وبكرة بينتهي، وممكن الدولة في أي لحظة تخرجهم. الموقع هذا تم تسويره مرتين، مرة تم تسويره عن طريق الهيئة العامة للآثار، ومرة أخرى عن طريق الصندوق الاجتماعي للتنمية، ولكن للأسف الشديد لم تستطع الهيئة ولا المحافظة توفير الحراسات اللازمة لهذا الموقع. موقع القرو الأثري لا تتعدى مساحته 2 كيلومتر مربع،
جزء منه تم العبث به بمعاول التنقيب عن الآثار والقطع الذهبية، والجزء الآخر بنى عليه المواطنون منازلهم وأكواخهم. هم في مجملهم فقراء يطمعون بأرضية سكنية أو الكنز. بعض المنظمات التي تدعي بأنها تقوم بمساعدة المواطنين نتيجة ما حصل في المحافظة، والتي نعتبرها محافظة منكوبة، ببناء لهم مساكن يعني صندقية أو صندق على الموقع، رغم أن بلغناهم وحاولنا قدر أكثر من مرة بتوقيفها، ويقولون لهم بيقوموا بعمل التحويل لهذه الصندق إلى مكان آخر. تم يعني التنسيق مع الأخ المحافظ ومع الأخوة في الأوقاف، وتم يعني البحث على المساحة وتم مسحها، ونقول يلا انقلوا الآن انتقلوا، يقول لك لا باقي الماء والكهرباء وباقي. المدعاة للأسف أن بعض المنظمات بنت مساكن للمواطنين على موقع القرو الأثري. مساهمة في دعم الإبداع والمبدعين في المكلا، حفل تكريم للمبدعين الفائزين بجائزة الشيخ صالح بابكر للاختراع. الفائز الأول الحاصل على شيك بمبلغ 1.5 مليون ريال. في مبادرة طيبة تمثل واحدة من العوامل التحفيزية والتشجيعية، تم تكريم الفائزين بجائزة الشيخ صالح بابكر للاختراع لعامها الأول في حفل كبير أقيم وسط هذا الأسبوع بالمكلا بحضور عدد من الشخصيات الرسمية والجهات المنظمة للجائزة. اليوم في مكاننا هذا نكرم مجموعة ونخبة أخرى من المخترعين في الجمهورية والمحافظة حضرموت. الحفل الختامي لتكريم الجائزين وقد حظي يعني المتسابقين والمشاركين بالعديد من الجوائز القيمة، وأهمها أنا في حد ذاتي باعتقادي أنه موضوع تسجيل براءة الاختراع وموضوع المشاركة العلمية، فضلاً عن القيمة النقدية اللي بيحصل عليها إضافية. الجائزة انحصرت على المراكز الثلاثة الأولى الذين أقنعوا لجنة التحكيم ببراءة اختراعاتهم وجدارة فوزهم، حيث كرموا بمبالغ مالية تراوحت ما بين 1 مليون ريال للمركز الأول عن اختراع جهاز غشاء أكسيد القصدير المطعم بأكسيد البلاديوم كمتحسس فائق الدقة لغاز الهيدروجين، ونصف 1 مليون ريال كانت لصاحب المركز الثاني عن اختراع ضمان جودة جهاز التنفس الصناعي في العنايات المركزة، فيما فاز صاحب المركز الثالث 350,000 ريال بفضل اختراعه آلية تنظيف غرف التفتيش. إن جائزة بابكر الاختراع تعتبر في حد ذاتها في هذا البلد اختراع وإبداع، يجب أن يكرم منتسبيها يجب أن يكرم منتسبوها بهذه الأفكار المساهمة في تطوير التعليم، لا يوفق إليها إلا من حظاه الله بالعلم والحكمة وحسن التدبير. أكبر تحديات الآن تواجه المخترعين هي عبارة عن التمويل الدائم. المخترع يعاني الآن، ما فيش عنده وقوف ثابتة ولا شيء عنده دعم مستمر من قبل الدولة، ولا تتبنى الآن غياب الدولة في قبل الأزمة وبعد الأزمة لا زالت غائبة عن هذا المجال، لكن نحن استبشرنا الآن بدعم المؤسسات هذه الخيرية. تنمية ونشر ثقافة الابتكار وإشعال جو تنافسي بين أصحاب العقول الذكية من طلاب الجامعات والهواة والطامحين والمبدعين هدف سام للجوائز، فكل هؤلاء ما أحوجهم بالفعل إلى تكريم مثل هذا وأكثر من أجل الارتقاء بالإنتاج العلمي. نتوقف الآن مع متفرقات هذه الحلقة. الأولى من الأيتام واليتيمات من خريجي كلية التكنولوجيا الحديثة التابعة لمؤسسة اليتيم التنموية أقامت حفل تخرجها البهيج. هذه الدفعة هي الدفعة الأولى رواد التكنولوجيا من كلية التكنولوجيا الحديثة، عددهم 80 طالب في 5 تخصصات: البرمجة والتمريض والكهرباء والاتصالات والتصميم الداخلي، بالإضافة أن الكلية لديها الآن 9 تخصصات تكفل من الأيتام 700 طالب في كل التخصصات.
70 خريجا وخريجة في عدد من الأقسام، تم خلال الحفل تقديم مبادرات لاستيعابهم وتوظيفهم في عدد من المستشفيات والشركات. هاي أول باكورة، وعلى مرور 3 سنوات كل هذه الدفعات كانت تأتي من ضمن الأوائل على مستوى الجمهورية، فالكلية حازت على 3 سنوات متتالية على الكلية الأولى في المجتمع، في كلية المجتمع. من خلالكم نهنئ الخريجين، وأيضا نقدم الشكر الجزيل لأن معظم الخريجين 90% منهم أيتام، فنقول لكفلاء هذا الأيتام سواء كانوا في الداخل أو في الخارج، لهيئة الإغاثة الإسلامية بالذات خصوصا شكرا جزيلا. هذا هو حصادكم، هذه هي نتيجة ما يعني ما زرعتوه، الحمد لله الآن التخرج اليوم. في ختام الحفل تم تكريم عدد من الشخصيات وعلى رأسها أم اليتيم. السر وراء كل نجاح من فقد والده.